صادق هي بعد حين تصل ابو مشعل، هي نصيحه مني لكم، اعتبروها نصيحه اخوكم الصغير، مو نصيحه اخوكم الكبير، لا بالعكس. والله العلي العظيم بعد احيان النقد اللي يجينا او يجي غيرنا، خلونا احنا بنتحمل الكلام اللي يجينا، لكن غيرنا يمكن ما يتحمل النقد اللي خارج عن السيطره، النقد اللي يجرح الشخص. يعني احيانا توصل الى سب وشتم، صح؟ ليش؟ لاجل العلم مثلا يجيني واحد مثلا ينتقدني او يسبني او يشتمني لاجل عين فيصل المطيري، لانه من جمهور فيصل، لاني يعني ما قالوا يوم اني زعلت فيصل او اني جرحت فيصل او اني يعود يسبني انا باشياء قويه، ويصل مرحله الشتم والسب وتوصل اشياء اكبر من كذا. لكن اعلموا في الاخير ان حنا لا انا ولا فيصل ولا متسابقين في جنتل، مهما جاهم نقد حتى من فقره زوم او من اي فقره ثانيه، اعلموا ان هذا الشيء نفايده لهم، صح؟ يستفيدون منه بالاخير، وقلوبنا ترى على بعضنا، ما احنا بحقنا على بعضنا، بالعكس احنا نطلع من الفقره ونضحك مع بعض ونسولف مع بعض. وتشفتوا بعد برنامجنا البزنس يا ابو مشعل، بعد ما تم برنامجنا هذاك كلنا عما قالوا، كلنا من متسابقين الى اعلاميين الى عما قالوا ولا المقدمين، راح نجتمع قلوبنا في كافيهات ونسولف ونستانس وقلوبنا على بعضنا. ما توصل مرحله والله العلي العظيم انه ما ينفعك لما راح الشخص من هذه الدنيا، ما عاد ينفعك الا كلمه الله يبيحها، هذه اذا لحقت عليها بعد، صح؟ لان بعض الناس انا قبل فتره نزلت ابو مشعل نزلت كلام، وتوزع لك لو مثلا ظلمت هل بتبيح الشخص بعد وفاته ولا لا، فهمت؟ جاني كلام، جاتني ردود يا اخي مصيبه اللي يقول والله ما بيحه، والله العظيم اني ما ادري ايش يقول، احط فيه ايش فيه. لا يا اخو، انت قبل ما تنام تبي ترتاح نفسيا، بح خلق الله كله، والله ما تاخذ منهم شيء. واللي يقول يا اخوي والله ما فكه الا يوم العرض، الله، ليش؟ لاجل انه يكره فيصل ويحبني انا، او يحبني انا ويكره فيصل، عشان مجال اعلامي والله العظيم ما يفيدنا هذا الكلام كله. صادق، حنا طال عمرك شوف، الجمهور واعي، الجمهور يعني يدرك ان المتسابق الفلاني، يعني للأمان حنا نشوف يعني بعضهم يجي بس أنت يمكن قطيت كلمة أنت مقصدك عادي منها، يعني ما تقصد يسأل لا للمتسابق ولا لأحد من الموجودين، يجونك شن هجوم مو طبيعي. بعض المتسابقين يشوفون أوه فلان والله أنه حاسد فلان، ولا فلان حاقد على فلان، لأنه هم متسابقين مع بعض، صح؟ يا جماعة تلقى سريره جنب الثاني، سريره جنبه، يسولفون ويضحكون ويأكلون مع بعض، انتم تسبون وتاخذون منها الذنوب والامور، وهم اصلا مع بعض امورهم طيبه ويسولفون ويضحكون، يعني بالعاميه لا تشدونها يعني. خلوا ايديكم مع بعض. والله العظيم يا فيصل انا يا اخي افرح لصارت فرقات دعم مع بعضها يا اخي، تعزز هذا والفريق ده يعزز هذا، الفريق يعزز هذا، لان في الاخير لو يفكرون فيها ان مثلا فريق دعم، بضربك مثلا، بقول مثلا نواف عقاب، ومثلا سلطان، ومثلا سعد الطويل، اي 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 متسابق، اذا صارت فرق الدعم بينهم بين متساعدين، فهم جالسين يعززون للمجموعه كامله، مجموعة كامل. نجاح للكل، مو بس لشخص واحد، نجاح للكل. صح، احنا اليوم، انا اليوم جاتني هلا عليكم السلام، مرحبا، ترحب بالحياة بالنور والسرور، ارحب ترحيب المطر عد مغليك، يلا حيه، هلا، شلونك طال عمرك؟ طيب ان شاء الله، يا مرحبا. هذا نواف من الناس اللي احنا اليوم ناخذهم على شوي، يستاهل. ايه؟ يستاهل. لا تتحملنا يا نواف ولا تتحملنا؟ اخذ راحتك يا ابو، ما قبل كم يوم فيصل